واو حاسة حالي مش حكيتكم صار لي شي سنة. But like انه عن جد صار لي شي سنة مش حكيتكم. Guys I'm sorry ما عم نزل شي مفيد على انستغرام, ما عم نزل ولا يوتيوب فيديو على يوتيوب انسو. But I'm on a break, okay, لنفسيتي, for my mental health, I need this break. بس بوعدكم بعد هذا البريك حارجع بطاقة جديدة, نفسية جديدة, بس انه for now I need this break. فقلت بما انه مش حكيتكم صار لي زمان بعمل a quick makeup tutorial شو عم بستعمل هلا, وبنفس الوقت I update you شو عم بيصير بحياتي, cause وين الليلة, who knows. So ما عم بستعمل كتير اشياء هالايام, بس like ثلاث شغلات لما بدي اظهر بحط شوية ميك اب. اول شغلة منهم هي هاي الفاونديشن, البورجوا هيلثي ميكس فاونديشن. عادة بضطر احط مويسترايزر مع ماي فاونديشنز, بس هيدي اتس لايك بيرفكت الون. سو بحط وان بامب وبغطي كل وجهي, بس تكون لايك كل وجهي نفس اللون, يو نو. فانا هلا بكندا, كثير سالتوني وينك. I'm in Canada مع اهلي وعم شوف لايك ولاد عمي, فاميلي, طبيعه, you know, أي شيء يحسن لي نفسيتي. I'm fine. أنا الكل حيفكرني like I'm going crazy. No, I'm fine. بس إنه بدي وقت لنفسي, وكمان عم باخد a break من السفر, لأن أكيد it's amazing وكل شيء, بس السفر كتير متعب. فلهلا a quick a break. Okay, foundation done. I love it. شغلة تانية اللي بعدها هي أكيد my favorite mascara, ال twist up من Bourjois. This is gonna be a whole face of Bourjois. This is the twist up 24 hour mascara من Bourjois. شغلة تانية جديدة حياتي, I'm the face of this mascara. What's up, it's your girl. So let's use this. So فرجيتكم من قبل, بس it twists up, so بتتحكموا بالكثافة والطول للرموش, and I love this. Like ما بعرف كيف ما حدا اخترعها من قبل, بس انتو بتتحكموا باللوك اللي بدكم اياه. اجرب اعملها على الكاميرا. But look at that. وهيدي بتضاين 24 ساعة. كل رمش لوحده, مش لايك ملزقين ببعض, there's no clumps. بعدين انتو بتتحكموا بالريشة and then تغيروا الكثافة. Before, after. Ugh, that's so crazy. انتو بتتحكموا قد ايه بدكم تحطوا. انا ما كتير بحط كتير ماسكارا, بس فيكم تحطوا زيادة وتكثفون وتطولون زيادة. اخر شغلة هي الليبستيك, اللي هي الفيلفت ليبستيك من بورجوا كمان. Amazing. So basically look كامل سريع من بورجوا. You're welcome, because I'm such a beauty girl. Do you see why I need a break? وهذا تقريبا كل شيء جديد بحياتي. ما بعرف ليه بلش هالفيديو انه حخبركم شو في جديد. ما في شيء جديد ليلى, شو عم نحكي. Anyways, حارجع على دبي بعد كم يوم, ارجع لحياتي ان شاء الله. اقعد بدبي اكثر من يومين, لايك قد ما بسافر واشتغل ما بقعد ببيتي اكثر من يومين, فبدي اجرب اقعد ببيتي او سافر, يو نو. بدي اروح على شيء محل لايك في بحر, لان هلا دبي كثير شوب. فمنشوف, حخبركم شو حيصير. obviously حتشوفوا في my stories, but like اشتقت لكم, كل بدي احكيكم. و لما يكون في شيء اهم بحياتي برجع لكم, okay؟ بس انه I'm fine. love you.